لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا المقطع من سورة الواقعة تفصيل بعد إجمال، فالسورة الكريمة ذكرت أصناف الناس الثلاثة: أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، السابقين، وشرعت تفصل في الثلاثة، يعني هتتكلم عن صفات الأصناف الثلاثة وهتبين جزاء كل منهم. فبدأت بأعلاهم، بدأت بالإيه؟ بالسابقين. والآيات اللي احنا ذكرناها دي اللي احنا قرأناها تتكلم عن صفات السابقين وعن جزاء السابقين. بعدها الآيات التي تتكلم عن أصحاب اليمين، وبعدها الآيات التي تتكلم عن أصحاب الشمال. تمام؟ الترتيب مختلف، يعني الآيات تقول في أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. فهنا كان ينبغي في غير القرآن أن يكون إيه؟ الكلام عن أصحاب الميمنة الأول، وبعدين الكلام عن أصحاب المشأمة، وبعد كده الكلام عن السابقين. فلماذا قدم الكلام على السابقين قبل أصحاب الميمنة وقبل أصحاب المشأمة، رغم أن السابقين مذكورون آخرا، يعني هم رقم ثلاثة؟ فقالوا الكلام أو بدأ بالكلام عن السابقين لأنهم أشرفوا الطوائف، أشرف الطوائف، وأيضا ترغيبا للسائرين إلى الله عز وجل في أن يسلكوا مسلك هؤلاء السابقين، ودعوة إلى الأعلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس الأعلى، يعني لما تيجي تطلب في الآخر اطلب أعلى حاجة. فبدأ لك بأعلى المقامات، تمام، بدأ لك بخير الطوائف اللي هم السابقون. تمام؟ طيب، والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون، السبق ده معناه التنافس على شيء والمسابقة إليه، واخد بالك؟ يعني مثلا الهاتف ده محطوط كده، طب مين اللي ياخده الأول؟ هيجي واحد بسرعة إيه؟ خطفه، يبقى ده اسمه سبق، خدت بالك؟ طيب يا جماعة، احنا قدامنا مثلا مسافة مثلا كيلو، وفي هدف موجود في آخر المسافة، عايزين نجري نتسابق ونشوف مين اللي هيدرك أولا. طيب، سباق الخيل إلى آخره. فالسبق معناه أن في مجموعة بتتنافس على شيء، ومن الذي يصل إليها قبل الآخر. في كرسي موجود، هو واحد بس وإحنا ثلاثة أربعة، مين اللي هيسبق ويجلس على هذا الكرسي؟ أكيد واحد، مش هيسع إلا أربعة، لكن ربنا عز وجل فضله أوسع. يعني لو أراد الجميع أن يسبق لوصلوا، ولوسعهم الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى.
والسبق ليس حكرا على أحد، يعني السبق ليس حكرا على أحد. طيب السبق ده يا جماعة بيكون في حاجتين، في الفضل في الأجر يعني، وفي الزمان. أكيد عنصر الزمان أساسي في السبق ولا إيه؟ وبرضك الأجر والفضل عنصر أساسي. طب إزاي هيسبق في الزمان؟ يعني هيكون متقدما، واخد بالك، وهيسبق في الأجر، هيزداد عمله الصالح وإخلاصه لله عز وجل، أعمال القلوب واللسان والجوارح، ويقل عمله السيء سواء كان بالقلب أو اللسان أو الجوارح. تمام؟ طيب، والسابقون السابقون، السابقون الأولي مبتدأ، خلاص ديت باتفاق يا جماعة، الكل متفق على إن السابقون الأولى إيه؟ مبتدأ. لكن الخلاف في إيه؟ في الخبر بتاعها. فبعض العلماء قال السابقون الثانية هي الخبر. طب هيبقى التقدير إيه في غير القرآن؟ السابقون إلى الله هم السابقون إلى الجنة. يعني إيه؟ الذين يسبقون إلى الله بكثرة الطاعات وترك الذنوب والمعاصي هم السابقون إلى الجنة. يبقى السابقون الأولانية غير التانية. السابقون الأولانية لها معنى، والسابقون التانية لها معنى تاني. إيه معنى السابقون الأولانية؟ السابقون إلى الله. طيب السابقون التانية هم السابقون إلى الجنة، يعني زي ما سبقوا إلى الله في الدنيا هيسبقوا إلى الله في الآخرة إلى الجنة. ده تقريبا أقوى قول في إعراب كلمة السابقون التانية. طيب البعض قال لا، السابقون الثانية تأكيد للسابقون الأولى، بيسموه توكيد لفظي مش كده، ويبقى الخبر أولئك الايه؟ المقربون. خلاص أولئك المقربون. على كل يعني ايه المعنى ايه قريب. طيب السابقون طبعا في الزمان اللي هم يعني هذه الأمة، في هذه الأمة السابقون هم الصحابة والتابعون والقرون الخيرية الأولى. والبعض بيستدل بالآية ديت على اتباع منهج السلف الصالح اللي هم الصحابة والقرون الخيرية الأولى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تمام. طيب وربنا عز وجل ذكر أنهم سابقون، قال إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. مش كده؟ طيب هنحتاج كلمة والسابقون الأولون دي تاني، نخلينا حطينها في الذاكرة. طيب والسابقون السابقون أولئك المقربون. طبعا كلمة أولئك اسم الإشارة، أولئك ده يدل على التفخيم، يعني كان ممكن يقال في غير القرآن والسابقون هم المقربون مثلا، لكن قال أولئك زي إيه؟ زي أولئك على هدى من ربهم وأولئك، حاجة فخمة كده، حاجة محترمة، ها فخر كبير. فكلمة أولئك بتديني المعنى ده، معنى التفخيم والفخر. تمام. طيب أولئك المقربون، معروف يا جماعة إن القرب بيبقى قريب ومقرب منه والقرب نفسه. هنا قال لنا أولئك المقربون، مقربون من إيه أو مقربون فين؟ ما قال لناش لمين ولا فين، صح كده؟ ليه؟ عشان نتخيل احنا القربة دي هتكون ازاي. طبعا اكيد مقربون من الرب سبحانه وتعالى ومقربون عنده، يعني يكونون في اعلى درجات الجنة، في اعلى درجات الجنة. في سورة في اخر السورة نفسها ربنا عز وجل يقول ايه؟ فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة ايه؟ نعيم. خدت بالك؟ فهم مقربون من الله، يعني منزلتهم رفيعة عند الله عز وجل،
خدت بالك؟ ومقربون في الجنة إن الذين عند ربك، اللي هم الملائكة يعني، وربنا عز وجل قال والملائكة المقربون، فالمقربون عند الله لهم منزلة وهي أعلى المنازل، تمام؟ أولئك المقربون. طيب، في جنات النعيم، في جنات النعيم، جنات جمع جنة، والجنة من الاجتنان وهو الستر، واخد بالك؟ إنسان مجنون، ليه مجنون؟ لأن عقله مسطور، خدت بالك؟ احنا دخلنا الجنينة، ليه جنينة؟ لأن الواحد بيدخل جواها بتستره الأشجار اللي فيها والفواكه والحاجات اللي فيها، خدت بالك؟ الجن اسمهم جن ليه؟ عشان مستورون عن الأعين، واخد بالك؟ فالجنة لأنها تستر من بداخلها، خدت بالك؟ في جنات نعيم. طب هي جنات ولا جنة؟ يعني أحيانا نسمع القرآن يكلمنا يقول جنة، خدت بالك؟ ويقول جنات، وبعدين يقول جنتين. كلمة جنة جنس، تشمل الدار الآخرة التي هي للمؤمنين سواء دخلوها أولا أو آخرا، واخد بالك؟ طيب، كلمة جنات بالنظر لإيه؟ لكثرة المنازل فيها أو للدرجات، يبقى كأن كل درجة اسمها جنة، وكل منزل اسمه إيه؟ جنة. جنتين يبقى بيتكلم عن مكانين معينين لناس معينين، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، يبقى بيتكلم عن أماكن مخصوصة في الجنة، تمام يا جماعة؟ طيب، في جنات النعيم، النعيم ده ضد الجحيم، النعيم اللي هو فيه السعادة وضده الشقاء، تمام؟ طب النعيم ده الإنسان محتاج نعيم لإيه والإيه؟ أنا عندي النهاردة في ناس أغنياء جدا ومنعمين جدا وكل حاجة شغالة بالزراير، وعندهم قصور وعندهم أموال وعندهم 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 وعندهم، اللي يشوفهم يقول دولت إيه؟ في نعيم. لكن فجأة أقول لك ده انتحر، وأكثر الدول العالم انتحارا أغنى الدول اللي هي الدول الاسكندنافية زي الدنمارك والسويد، دول مش ناقصهم حاجة، واخد بالك؟ طب ليه بينتحر؟ لأنه ليس في نعيم، خدت بالك؟ إنهم وإن تقتقط بهم البغال وهم لجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية يعلو وجوههم، أبى الله إلا أن يذل إيه؟ من عصى. وإن للمعصية، إن للطاعة لا نور في الوجه، إن للطاعة لبياضا في الوجه ونور في ونورا في القلب ومحبة في قلوب الناس وقوة في البدن، وإن للمعصية سوادا في الوجه ووهنا في البدن وظلمة في القلب وبغضا في قلوب الناس. مش ده قول ابن عباس رضي الله عنهما؟ تمام. فهنا النعيم يا جماعة اللي عند ربنا نعيم من كله، نعيم داخلي ونعيم خارجي. نعيم داخلي سعادة القلب، وأسعد ما يسعد القلب النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، خلاص؟ طيب، ولا يمل هذا النعيم ولا يريد التحول عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، إيه يعني؟ لا يبغون عنها حولا، يعني مش عاوزين يسيبوها. الإنسان يا جماعة لما يبقى في أي وضع بيصيب الملل حتى لو في نعيم، واخد بالك؟ الجنة لا، نعيم مقيم، خدت بالك؟ لا يحول ولا يزول ولا يمل، خدت بالك؟ طيب، نعيم البدن ده هيكون عبارة عن إيه؟ عن ثياب، عن طعام، عن شراب، عن نساء،
مش كده؟ طيب في جنات النعيم كمان المكان نفسه له دور كبير في النعيم. مش ساعات انت بتطلع مثلا كده او ناس بتطلع كده نفسه يقعد على البحر كده واكل ذره مشوي وياكل جيلاتي وايس كريم. طب مش معنى على البحر، طب ممكن يجيب الذره المشوي ده والايس كريم وياكله في البيت على المحور. لا عاوز يشوف المنظر اللي ايه. ايوه انت عندك المحور بقى دلوقتي محدش جدكم، واخد بالك؟ مساله انه يقعد في مكان معين او يشوف منظر معين هذا من النعيم ايضا، هذا من النعيم، واخد بالك؟ فهنا ربنا عز وجل بيوصف لنا بقى الجحيم النعيم ده كده. شوف في جنات النعيم على سرر متقابلين، على سرر. السرر دي ايه يا جماعه؟ جمع مفردها ايه؟ سرير. والسرير هو المكان الذي يجلس عليه وينام عليه، يقال سرير الملك. يعني ايه سرير الملك؟ يعني كرسي العرش بتاع الملك او الامير بيسموه سرير الملك. والسرير ايضا ما ينام عليه، زي ما احنا عارفين السرير بتاعنا كل واحد بعد ما يخلص هروح ينام على السرير، تمام؟ طيب على سرر متقابلين. متقابلين دي يعني في قبالة بعض، يعني وشهم في وش بعض كده. بتديني فائدتين، اولا المؤانسة، المؤانسة يعني تخيلوا مثلا كده لو يعني مثلا احنا كده قاعدين وظهري لكم وانا بتكلم كده مديكم ظهري، هل هذا فيه مؤانسة لكم؟ لا، لكن كون انا وشي في وشكم كده هوت ماشي اكيد في مؤانسة بيننا، واخد بالك؟ انت بتسمع الكلام بتشوف تعبيرات الوجه، واخد بالك؟ بتساعدك في الفهم، فهم الايه اللي ما يقال. يعني يبقى هم عندهم مؤانسة، متقابلون، مفيش وحشة بينهم. واحد لما بيبقى مع حد بيبقى عاوز يبقى ايه دايما ايه وشه في وشه زي ما بيقولوا كده، ده من بالذات لو بيحبه. وكمان بتديني فايدة تانية، السعة، اتساع المكان، اتساع المكان. عشان يبقوا على سرر متقابلين يا جماعة وعدد ضخم زي ده محتاج يبقى ايه على شكل دائرة مثلا، صح؟ يعني السرير دي هتبقى على شكل ايه؟ دائرة. وإلا هيبقى يحصل التقابل ازاي؟ معلش يعني لو مثلا صف كده وصف كده، طب وبعدين؟ طب وبقية الناس؟ واخد بالك؟ وكل ما كثر العدد اتسعت الدائرة، دليل على سعة ملك الله عز وجل. يعني ايه؟ الإنسان اللي في الجنة يرى ملكه على مسيرة 2000 عام من أي اتجاه، يعني يبص يمين مسيرة 2000 عام، يبص شمال مسيرة أمامه خلفه مسيرة 2000 عام. الجنة فيها شجرة يعني لا يقطعها الراكب، لا يقطع ظلها مسيرة 100 عام، واخد بالك؟ فده دليل على سعة الجنة، واخد بالك؟ واحنا عارفين آخر أهل الجنة دخولا له ايه؟ مثل الدنيا وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها. يعني مثل الدنيا أدي واحدة، وبعدين عشرة أمثالها يبقى كده 11، وعشرة أمثالها يعني 10 في 11، وعشرة أمثالها لغاية 10 كمان، واخد بالك؟ يعني أكتر من 1000 ضعف تقريبا. طيب على سرر متقابلين، على سرر موضونة، حدش يغضني يا جماعة الله يهديكم، على سرر موضونة خدهم النعيم. نسأل الله من فضل، نسأل الله من فضل. على سرر موضونة، الموضونة اللي هي المطعمة بذهب وأسمن الجواهر. السرير نفسه متربط بإيه؟ بسلوك من ذهب وزينة من الذهب والمعادن النفيسة زي الياقوت والمرجان وهذه المعادن النفيسة، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. متكئين دي حالة تكولهم ايه متكئين عليها. الاتكاء له كذا تفسير، البعض يقول المتكئ اللي نايم على ظهره، والبعض يقول المتكئ اللي يستند على مرفقه كده يمين او شمال، والبعض يقول متكئ المتربع.
لكن في الحقيقة المقصود من الاتكاء إيه؟ راحة البدن. راحة البدن يعني احنا مثلا قاعدين متذنبين على الكراسي، واخد بالك؟ طب لو قعدنا على الأرض محتاجين نفرد جسمنا شوية، نمدد رجلينا، محتاجين نفرد ظهرنا، محتاجين ننام يمين شوية شمال شوية، عاوزين ناخد راحتنا. فالمتكئ ده إخلاصته إيه؟ إنه جالس براحته في أريح وضع مناسب لجسده. خدت بالك؟ متكئين عليه متقابلين، يبقى كده ده نعيم النظر ونعيم المؤانسة. طيب وبعدين يطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان اللي هم الصبيان الصغار، جمع وليد، واخد بالك؟ وطبعا منظر العيال الصغيرة ده منظر جميل جدا، حتى احنا بنلاحظ كده اما يبقى عندنا اولادنا او اولاد اولادنا عيال صغيرة كده تحب تاخد العيال تلعب بيه كده، خدت بالك؟ تلعبه وتعكسه، مش عارف تجيب له كاراتيه، تجيب له مش عارف ايه، خدت بالك؟ تاخده تشيله، يعني ايه تبقى مبسوط كده فرحان بالعيل الصغير وتقول له ايه خلي بالك لو كبرت هتبوخ. العيل لما بيكبر بيبقى بارد وغلس ودمه واقف. ليه؟ لان هو واخد على النظام الاولاني اللي انت بتلعب بيه مبسوط بيه، مش واخد باله انه كبر وايه وبقى مصدر ازعاج ليك. خدت بالك؟ حتى بعض الناس بيقول لك يا اخي ريت ما كبرت، ده انت صغير كنت كويس، كنت حلو وانت صغير. فالولدان دي في حد ذاتها النظر اليها كده نعيم. شوف انت لما تبقى قاعد كده وتشوف عيل صغير جاي ابن اخ كده ولا بتاع، بتيجي جاي ماخده في ايدك وبيسه وبتاع وايه ومديله حته حلويه ولا مديله اي حاجه، فرحان انت بيه. خد بالك؟ لكن لو تخيل مثلا حد كبير، مثلا ابن اخ برضه بس كبير شويه، خلاص هتسلم بايدك وخلاص. فمساله النظر للولدان في حد ذاته مفرح. طيب الولدان دول كمان ايه؟ مخلدون. مخلدون يعني ايه؟ يعني لا يموتون. طيب ما هو يا جماعة معنى الخلود في الجنة موجود في آيات كثيرة إن أهل الجنة كلهم لا يموتون، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهنا مخلدون دي لازم تديني معنى جديد. طيب قالوا مخلدون تفسير تاني لها، مخلدون على هذا الحال يعني ما يكبروش، ولدان يفضلوا ولدان كده منظرهم جميل كده وحاجة حلوة كده تفرح بيهم، هم ايه جايين كده ورايحين وجايين. طب ما ده برضو يا جماعة ما يدانش معنى جديد، لان ده وصف اهل الجنة كلهم، ان اهل الجنة كلهم ايه سن واحدة مش هيكبروا، صح ولا ايه؟ يبقى انا محتاج معنى ايه جديد. ايه المعنى الجديد؟ مخلدون أن يلبسون الخلدة. إيه الخلدة دي؟ القرط. القرط الحلق، يعني إحنا بنسميه حلق. لا غلمان لابسين حلقان. لا ما تقسش الدنيا على الآخرة، ما أنت في الآخرة بتلبس الذهب وتلبس الحرير وتشرب الخمر، معلش، فده من الزينة برضو. أما يبقى عيل صغير كده ولابس حلق، ممكن أنت في الدنيا ما بتقبلش لأنه مش عادتك، لكن في الحبشة عندهم الموضوع ده بالنسبة لهم حاجة مهمة، الغلمان الصبيان يلبسون حلق. خدت بالك؟ يبقى هنا مخلدون اديتني كم معنى؟ ثلاثة. أول معنى الخلود بلا موت، تاني معنى الخلود على نفس السن لا يكبرون، ثالث معنى اللي هو المتميز بقى هنا اللي هو إيه؟ اللي هو يلبسون الخلدة وهي القرط، زي صورة الإنسان. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، واخد بالك؟ طيب هنا بيقول إيه على سرر المتقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، وصف لنا الولدان دول في صورة الإنسان مش كده؟ كأنهم لؤلؤ إيه منثور، خلاص. طيب يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. كم إناء كده؟ ثلاثة. أول إناء الأكواب جمع كوب، الثاني أباريق، الثالث كأس. خد بالك
أكواب جمع كوب اللي هو ليست له عروة ولا خرطوم. واخد بالك؟ أنت جايب كوباية شاي أو كوباية مية، هي زي كوباية المية، لأن غالبا كوباية المية ما بباش لها ودان ولا لها خرطوم مثلا، ملاش بسبوز يعني، واخد بالك؟ فده دي 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 جمعها أكواب ومفردها كوب. طب الأباريق جمع إبريق، والإبريق له عروة وخرطوم، عروة إيد تمسك منها وخرطوم يصب إيه؟ يصب منه، واخد بالك؟ معروف الإبريق طبعا، خلاص. طيب وكأس، الكأس اللي هو إيه يا جماعة؟ اللي هو زي الكوب بس له إيه؟ له عروة وله يعني زي ما يقولوا إيه، مش خرطوم زي الإبريق مثلا أو البراد، لا له حرف كده زي، عارف الكوز اللي معمول مثلا البلاستيك ده بيبقى له حرف كده، هو صغير يصب منه، هو الكأس كده بس. لا ها بس الكأس لا يقال له كأس إلا إذا كان إيه، إلا إذا كان ممتلئا، وغالبا يطلق على الخمر. طيب هنا عشان كده، وده إجابة على السؤال ليه جت الأكواب جمع والأبريق جمع والكأس مفرد، لأن كلمة كأس تطلق على المفرد والمثنى والإيه والجمع. والأمر الثاني إن جمعها كؤوس، هيبقى فيها ثقل، همزة مضمومة وبعدها واو فيها ثقل، واضح؟ طيب في أكواب وأباريق وكأس من معين، المعين اللي هو إيه؟ الماء الجاري الصافي، الماء الجاري الصافي. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء إيه؟ معين. الله رب العالمين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا ينزفون قراءتين، لا يصدعون عنها، يبقى هم الكأس ده من الخمر كده، واخد بالك؟ الكأس ده من الخمر، بدليل لا يصدعون عنها. ايه اللي بتعمل صداع في الدنيا؟ الخمرة. لما الواحد بيشرب الخمرة في الدنيا بيجيله ايه؟ بيجيله صداع، واخد بالك؟ وبرضك تفسير تاني لا يصدعون يعني لا يتفرقون، ان خمر الدنيا متفرق، بيقعدوا يضربوا بعض ويخبطوا بعض بالبتاعة دي، وبص لاقي العيال اللي مبرشمه ديت ايه، يمسكوا بعض يطحنوا بعض العلقة المحترمة، واخد بالك؟ ويعوروا بعض وفي الاخر يروحوا المستشفى مع بعض، واخد بالك؟ فبتفرق بينهم، خدت بالك؟ طيب لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا ينزفون. الانسان لما بيجي يشرب الخمر الاول مره ما بيستصغهاش، هي غير مستصغه اساسا، حتى انت لو مثلا بصيت لحد بيشرب خمر تلاقيه ماسك الكاس كده ويجي حدفه مره واحده عشان ما يمرش على حاسه الذوق لان طعمها وحش، واخد بالك؟ فبالتالي اللي بيشربها ومتعود عليها ده بيحصل له صداع بس، انما اللي بيشربها لاول مره ما بيتحملش طعمها والجرف بتاعها، فايه ينزف يعني يتقيأ يرجع، واخد بالك؟ دي على قراءه ايه ولا ينزفون. طيب على قراءه ولا ينزفون اي لا يسكرون، لا تذهب ايه عقولهم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهه مما يتخيرون. طبعا خمر الجنه لذة للشاربين، مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار يعني غلا يتعفن، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من لبن لما تغار طعمه مش هيروب ولا يحمض، وانهار من خمر لذة، شوف لذة للشاربين. يا جماعه من شرب خمر الدنيا حرم خمر الاخره، خدت بالك؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ازاي الواحد يحرم نفسه من متعة الجنة؟ وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، وفاكهة مما يتخيرون. الفاكهة معروف اللي بتفكه بها، زي مثلا الخوخ، الرمان، البرتقال، التفاح، الحاجات دي اللي الواحد بأكلها على سبيل التفكه، واخد بالك؟ طيب
فاكهة مما يتخيرون. يا سلام بقى على مما يتخيرون دي. يعني مما يتخيرون؟ انت في الدنيا لما بتبقى عندك جنينة وتزرعها فاكهة، بتزرع بإيدك فاكهة خلاص اتفرضت عليك، لكن هل انت بتزرع كل أنواع الفاكهة؟ يعني بتزرع لك نوع، اتنين، تلاتة، عشر، عشرين، مئة نوع، بس في الآخر ما بتزرعش جميع أنواع الفاكهة. لا، الفاكهة اللي تقدم لك في الجنة انت اللي بتتخيرها، واخد بالك؟ انت اللي بتتخير نوع الفاكهة. طيب مما يتخيرون كمان ايه؟ جودة الفاكهة. يبقى النوع والجودة. طيب التفاحة دي أكلها الإنسان ده في الجنة، في قدامه تفاحة شكلها بالضبط نفس اللون، يقول لك ما أنا أكلت منه. طب بس إيه؟ دوق دي، هتلاقي الطعم مختلف تماما، هتلاقيه أحسن من الأولانية. ماشي؟ في سورة الإيه؟ البقرة، ربنا يقول إيه؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هو تبي متشابها في الشكل لكن الحجم والطعم مختلف، ما فيش حاجة زي حاجة، خدت بالك؟ طيب وفاكهة مما يتخيرون. وبعدين تتخير يعني اللي نفسك فيه تبص لقيه يجيلك. وساعات الإنسان يحب يأكل من الشجرة، بس الشجرة عالية، تبص تلاقي القطف بتاعها يتدللك، تاكل منها اللي انت عاوزه. مفيش زبالة في الجنة، وعرقها عرقهم المسك، ها؟ مفيش. طيب وفاكهة مما يتخيرون، وايه كمان؟ ولحم طير مما يشتهون. ليه لحم طير؟ لان ده اشهى انواع اللحم، واخد بالك؟ اشهى انواع اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوصف الطير اللي في الجنة اللي هي بتطير فوق نهر الكوثر، قل ايه؟ رقابها مثل ايه؟ اعناقها مثل ايه؟ اعناق الابل، خدت بالك؟ بتتغذى من الكوثر. فطبعا ايه اللي سيدنا عمر قال يا رسول الله والله انها لناعمه، ده يعني حاجه مفتخره خالص يعني. قال واكلوها انعم منها. الله اكبر، نسال الله من فضله، نسال الله من فضله. ولحم طير مما يشتهون. طب احنا كلنا وشربنا وتمتعنا ونظرنا للحاجات الجميلة، فاضل الغريزة البشرية اللي ربنا وضعها فينا اللي هي حب النساء، خدت بالك؟ قال لك وحور العين. الحور العين، حور جمع حوراء، والعين اللي هي واسعة العين شديدة البياض والسواد، خد بالك؟ يعني ايه حور؟ واسعة العين، وعين عينيها شديدة البيض والسواد. ازاي؟ الحباية السوداء شديدة ايه؟ السواد، والبياض اللي حول الحباية السوداء ده بيبقى ايه؟ شديد البياض، وده بيعطي جمالا المرأة لما يبقى عينها واسعة كده، وده من جمال المرأة، وذلك بيسموها المها، مثل عين البقرة، عين البقرة بتبقى واسعة، وذلك البعض بيسمي بنته مها، خدت بالك؟ عشان اتساع العينين، تمام؟ وحور عين، يقول لك ايه؟ ان العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا. يعني ايه؟ الشاعر بيوصف بقى الايه الجمال بتاع عين المراه كده، ان يعني جمال ساحر يعني، تمام؟ وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ معروف انه صافي جدا، ماشي؟ وبعدين كمان مكنون، يعني لم تمسه يد، لم تمسه يد، ولم يصبه الهواء، ولم يصبه الغبار، ولم تصبه الشمس، باق على ايه؟ على صفائه ونقائه وجماله، جزاء بما كانوا يعملون. يعني يبقى النعيم ده كله ها مكافأة، جزاء، يعني جزاهم جزاء، يبقى جزاء مفعول لفعل مقدر، خدت بالك؟ جزاهم جزاء. طيب جزاء بما كانوا يعملون، ما يا إما مصدرية يبقى بعملهم، يا إما موصولة بالذي يعملون، ما فيش مشكلة، ما فيش فرق في المعنى يعني، خدت بالك؟
طيب الباء هنا سببية ها ولا للمعاوضة؟ مش المعاوضة، مش كده برضو؟ يعني ايه يعني المعاوضة؟ خذ هذا بذاك، خذ السلعة بالدراهم، يبقى الباء هنا تفيد ليه؟ المعاوضة. خدت بالك؟ لكن أنت استفدت من الدرس بسبب مجيئك أو بمجيئك، يبقى الباء هنا إيه؟ للسببية. يا ترى هنا السؤال تاني، الباء هنا جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، الباء هنا للسببية ولا للمعاوضة؟ طيب الشيخ عبد الرحمن قال ما تنفعش للمعاوضة، ليه؟ أحسنت يا شيخ، جزاك الله خير. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله. يعني إيه؟ يعني العمل بتاعك مهما عملت عمره ما يبقى مقابل أبدا للإيه؟ للجنة. لكن الجنة دخولك الجنة بسبب عملك، تلك الجنة التي تلك الجنة التي أورثتموها، مش في مقابل ما كنتم تعملون، لا بسبب، بسبب ما كنتم إيه تعملون. واضح يا جماعة؟ جزاء بما كانوا إيه يعملون، بما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة. ها وأما من أوتي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، إيه قطوفها دانية، إيه بما يعني بإيه؟ بسبب ما قدمتم من أعمال الصالحة في الدنيا، بما أسلفتم في الأيام الإيه الخالية. خدت بالك؟ طيب جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يعني الجنة دي ما فيهاش لغو ولا تأثيم. إيه اللغو؟ اللي هو الكلام الذي لا يفيد أو الفعل الذي لا يفيد، يعني القول أو الفعل الذي لا يفيد ده مش موجود في الجنة. واخد بالك؟ اللي في الجنة كله مفيد، الأقوال والأفعال كلها مفيدة في الجنة، فضلا عن أن يبقى فيها أشياء ضارة كمان، كلام ضار، كلام جارح أو عمل جارح أو غيره، فضلا عن الغل اللي منزوع من القلوب، ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين، إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها إيه؟ بمخرجين، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا، أدي اللغو، ولا تأثيما من الإثم وهو إيه الذنب. خدت بالك؟ إلا قيلا سلاما سلاما، يعني إيه؟ إلا التسليم فقط، لا يسمعون فيها إلا التسليم. طيب يا جماعة إلا دي بيسموها إيه؟ أداة استثناء. أحسنتم. طيب يا ترى الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ خدت بالك؟ يعني إيه متصل ومنقطع؟ هنقولهم إيه؟ حضر الدارسون إلا رجلا، ده اسمه إيه استثناء إيه ده؟ وليه متصل؟ لأن الرجل ده من جنس الدارسين كلهم رجالة ما شاء الله. واخد بالك؟ طيب لو قلنا مثلا حضر الدارسون إلا ديكا، منقطع. منقطع ليه؟ يعني ديك من الدجاج، مش من جنس الايه، مش من جنس البشر أساسا. واخد بالك؟ فهنا الاتصال معنى أن المستثنى من جنس الايه المستثنى منه، والمنقطع ان المستثنى ليس من جنس المستثنى ايه. زي ايه يا جماعه؟ بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون، فايه بشر مين؟ الكفار.
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ده منقطع ليه؟ لأنك تتكلم على الكفار وجيت قلت إلا الذين آمنوا بدول غير دول. عشان تعرف المتصل من المنقطع هتعمل حاجة بسيطة خالص هتبين لك إذا كان ده ينفع متصل ولا منقطع. هتعمل إيه؟ هتشيل إلا وتحط مكانها لكن. لو لقيت المعنى منتظم متسق مفيش فيه خلل اعرف على طول انه ينفع يبقى استثناء ايه؟ منقطع. لو لقيت شلت إلا وحطيت لكن ولقيت المعنى فيه خلل يبقى ما ينفعش. واخد بالك؟ يعني لو قلنا مثلا حضر الدارسون إلا رجلا وروح شال إلا وقلت لكن رجلا ايه ده؟ ما ينفعش. واخد بالك؟ حضر الدارسون لكن دي كان يعني يبقى انت بتتكلم كلام جديد بقى. ديك ده حكايته ايه؟ خدناه ده بحناه وكلناه ولا عملنا ايه فيه؟ كلام جديد. فهنا إلا قيلا سلاما سلاما ده استثناء ايه يا جماعة؟ طب عاوزين نجرب كده في غير القرآن نحط مكان إلا هنحط ايه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن قيلا سلاما سلاما. يعني لكن يسمعون قيلا سلاما سلاما. المعنى ماشي ولا مش ماشي؟ ازاي ده هو كده؟ هو كده ماشي. لان السلام ليس من جنس الايه؟ اللغو ولا من جنس التأثيم. في احتمال ضعيف زي ما قال الشيخ عمر كده ان يبقى متصل. ركز معايا بقى، ما دام الشيخ عمر قال دي يبقى فتح لنا باب كويس. متصل ازاي؟ هيبقى الاستثناء من السماع، من لا يسمعون، مش من لغوا ولا تأثيما. لا، يبقى كل ما يسمع اللي بيسمع فيه الخير وفيه الشر، فيه اللغو وفيه التأثيم وفيه السلام وفيه غيره. بالمعنى ده لو هنستثني من السماع يبقى الاستثناء ايه؟ متصل كده، باعتبار ان كل ما يسمع خدت بالك يدخل فيه الايه؟ اللغو والتأثيم والسلام. واضح؟ لكن طبعا الاولى ايه؟ ان هو منقطع يا جماعة. ماشي كده؟ إلا قيلا سلاما سلاما. إلا قيلا يعني إلا قولا. القول ده سلاما 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 دي يا إما أنه بدل من قيلا على أساس أنه منصوب باعتباره البدل يعرب ياخد نفس الإعراب المبدل منه، أو منصوب لفعل مقدر تقديره إلا قيلا سلموا سلاما أو يسلم عليهم سلاما، أو منصوب على المصدرية. طيب ماشي، ما عندناش مشكلة. ايه سلاما سلاما دي؟ سلاما سلاما دي مرتين، لكن هل المقصود بها تحديد العدد؟ لا، ده مقصود بها حاجتين: كثرة العدد يعني كثرة تكرار السلام، وكثرة المسلمين. خد بالك، كثرة تكرار السلام وكثرة المسلمين. يعني ايه؟ القيا في جهنم، القيا القيا القي 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 ملهاش نهايه، كتير خدت بالك. سنعذبهم مرتين، مش المقصود مرتين بالتحديد، لا، مرتين ومرتين ومرتين. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم يرجع البصر ايه؟ بس مرتين رجع البصر كرتين لتتامل في السماء؟ لا، المقصود مرتين، مره ورا مره ورا مره ورا مره بلا نهايه. وانت واخد بالك؟ طيب، فإلا قيلا سلاما سلاما إيه؟ يعني يلقى عليهم السلام متكررا كثيرا كثيرا كثيرا. في سورة الرعد ربنا عز وجل يقول إيه؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طبعا الملائكة دخلة طالعة متكرر. الآية دي أفدتني معنيين: معنى تكرار السلام، ومعنى ان من اللي هيسلم على اهل الجنة مين؟ الملائكة. واخد بالك؟ طيب، كمان اهل الجنة تحياتهم السلام. ها، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها ايه؟ وتحياتهم فيها سلام. تمام. في سورة إبراهيم عليه السلام
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها إيه؟ سلام. ما قالناش من مين عشان ناخد بقى التحية من الملائكة والتحية فيما بينهم، بل والتحية من الله عز وجل، الله يحييهم بالسلام. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون إيه؟ سلام قولا من رب الرحيم. طبعا للأسف ناس بتستعمل الآية دي غلط عشان المسلسلات والأفلام، أما واحد يتفجع ويقول سلام قولا من رب الرحيم، ها؟ لا، ده شرف لأهل الجنة أنه يسلم على أهل الجنة سبحانه وتعالى سلام قولا من رب إيه؟ رحيم. يبقى ربنا بيسلم على عباده، يسلم سبحانه على عباده، الملائكة يسلمون على العباد، ها؟ أهل الجنة يسلموا بعضهم على إيه؟ على بعض. خدت بالك أحسن تحية في العالم كله تحية السلام. هات لي التحية بتاعت الأمم كلها مش هتلاقي أحسن من تحية إيه؟ من تحية السلام. خدت بالك اللي هي تحيتك وتحية إيه؟ ذريتك كما ها؟ ذريتك من بعد، تمام؟ طيب السلام ده هو يا جماعة لابد يكون قولا وفعلا، ما يبقاش كده كلام وخلاص. واخد بالك زي الجماعة اللي بيدخلوا يقول لك ايه السلام عليكم، هم داخلين ويقول لك على ايه؟ على شر والعياذ بالله. واخد بالك؟ طيب الناس بتحرف في السلام كتير، سلام عليكم، طبعا دي كلمة اليهود، السلام اللي هو الموت. خدت بالك؟ طيب وبعد يقول لك ايه سحت الله وبركاته، سمت الله وبركاته، عبد السلام ورحمة الله وبركاته. ايه عبد السلام ورحمة الله وبركاته دي؟ واخد بالك؟ لا بتبقى ايه بيخطفها، ممكن يكون ما بهزرش على فكرة، ممكن يكون بيه بيتكلم بجد بس يعني ايه خدت بالك سلام ورحمة الله وبركاته. لا يعني الانسان يلتزم ايه الهدي، الهدي النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحنا عارفين طبعا السلام عليكم عشرا ورحمة الله عشرا وبركاته عشرا وهكذا، تمام؟ طيب نعم بالتحية بالإشارة كده بس محدش يقول سلام عليكم، لا لازم السلام عشان الأجر حتى لو من الأخرس إن الـ 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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما إيه إلا قيلا سلاما سلاما. هنا طبعا في خطأ شائع بيحصل من البعض، إيه هو؟ بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام وإليك يعود السلام. إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ عليك السلام وينفع حد يسلم على ربنا؟ هو اللي بيسلم ده بيعمل إيه يا جماعة؟ بيؤمن المسلم عليه من شر. يعني لما ربنا يسلم عليك بيديك الأمان، أما الملائكة تسلم عليك بتدعي ربنا ربنا يأمنك، أما أنت بتسلم عليا وبسلم عليك بطمنك من ناحيتي. واخد بالك؟ طيب ينفع نقوله عليك السلام وإليك يعود السلام؟ مينفعش. السنة يا جماعة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، مينفعش نقوله عليك السلام ولا إليك يعود السلام، مينفعش، لأن ربنا من أسمائه الإيه؟ السلام سبحانه وتعالى، يعني من أسماء الله السلام، تمام؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والإنسان لما بيسلم من الصلاة بيسلم على الإيه؟ على الملك اللي على يمينه وعلى شماله، وبيسلم على بردك المصلين الذين هم عن يمينه وعن إيه؟ وعن شماله. طيب هنا يا جماعة ربنا عز وجل يقول إلا قيلا سلاما سلاما. في قصة إبراهيم في سورة هود عليه السلام في سورة الذريات، خدت بالك ربنا بيقول إيه؟ قالوا سلاما قال سلام. واخد بالك؟ مش دي في سورة هود وسورة ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل إيه؟ حنيف. جميل. طيب في سورة الذريات قال لا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سليم فقرب إليهم فوجسهم قالوا لا تخف وبشروا
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. طب في سورة الحجر واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، مش كده؟ يبقى إيه؟ يبقى هم في الثلاث مواضع قالوا إيه؟ سلاما، وهو عليه السلام في موضعين منهم قال سلام. ليه يا جماعة؟ لأن سل... ها؟ ونبيهم عن ضيف إبراهيم. ونبيهم عن ضيف إبراهيم إذ دخل. جزاك الله خير. طيب إيه الفرق بين سلاما وسلام؟ هنا يا جماعة الإعراب بتاعها بحسب المقدر. قالوا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، سلاما أي سلام خلاص واحد نكرة. طيب لكن سلام قال هذا سلام، يبقى خبر لمبتدأ مقدر، وبيتكلم هنا عن جنس السلام نفسه، عن جنس السلام نفسه. يبقى ايه الفرق؟ ان الملائكة سلموا سلاما واحدا وهو ألقى عليهم جنس السلام نفسه. دي عاملة زي ايه كمان يا جماعة؟ زي يحيى وعيسى عليهما السلام. خدت بالك؟ يحيى قال ايه؟ وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سيدنا إيه؟ لا لا سيدنا يحيى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، ده سيدنا يحيى. طيب سيدنا عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. هنا سلام نكره، لكن السلام معرفه. خدت بالك؟ طيب سلام واحد، لكن السلام جنس السلام نفسه، كل ما يسمى ايه؟ سلاما. خدت بالك؟ يحيى عليه السلام قال ذلك عنه ابوه، ربنا قال يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. انما ربنا عز وجل انطق عيسى بالسلام وهو في المهد، والسلام علي، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي كل السلام. إن ممكن الألف ولم تفيد الاستغراق، كل أنواع السلام وتفيد الجنس، جنس السلام نفسه كله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهذا ما تيسر حول هذا المقطع الذي يتكلم الله عز وجل فيه عن جزاء السابقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. في أي استفسار في المقطع نفسه؟ بالنسبة للسلام أي الشيخ حسن بعثه بالسلام عليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يتمم عليه ويعود بسلام. كلكم بلاش تعليقات على الفيسبوك، كل الإخوة يعني بلاش تعليقات على الفيسبوك ولا نشر أي حاجات ضد. جزاك الله خير. طب باستفسار في الآيات بالله عليك عشان لا يصدعون عنها. ليه مش لا يصدعون منها؟ لا لا يصدعون عنها لأنه ناتج عنها، ناتج الصداع بيكون ناتج عنها، واخد بالك؟ لكن منها ممكن تفيد التوحيد بقى وتخش في قصة تانية، خدت بالك؟ فيصدعون عنها يبقى ناتج، ناتج الصداع بيأتي بعدها، يبقى ناتج عنها، هي متسببة فيه. نعم. كلمة سلام ممكن نقول مثلا يسلمون من الأمراض ومن الأسقام في أشملها كلمة السلام، يعني السلام العام، السلام العام. احنا حتى في الدعاء ذكر رؤية الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإيه والإسلام، السلامة من كل ما نحتاج إلى أن نسلم منه في الدنيا والآخرة. تمام. حد عنده استفسار تاني؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.